السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله معاكم أخوكم مصطفى حسين دياب. هنبدأ مع بعض نشرح ونتكلم عن المنهج بطريقة مبسطة وسهلة جدا، إن شاء الله الناس تكون مستفيدة معانا بقدر المستطاع. مش طالب من حضرتك إنك تسمع الفيديو وتعمل مشاركة عشان ينزل لك كل جديد، وتبدأ تذاكر أول بأول معايا علشان ما تفوتكش أي حاجة خالص. إن شاء الله هدفنا إن الفيديو ده أول علوم عموما، ما تكونش مادة أنت بتدرسها وعايز تجيب فيها نتيجة بس. إن شاء الله المادة تكون محبوبة لدرجة إن أنت تطبقها في حياتك العملية في الشارع وفي البيت وفي كل مكان. وزي ما بقول للطلاب بتوعي دايما، حاول دايما ما تدرسش علوم أو ما تدرسش علوم بس، لأ أنا عايزك كمان تختار علوم، تفهم علوم. خلاص هنبدأ نتكلم عن أول درس معانا، وهو محاولات تصنيف العناصر. محاولات تصنيف العناصر، إيه هي العناصر يا أستاذ؟ العناصر الكيميائية يا حبيبي المعروفة اللي ربنا خلق كوكب الأرض مميز بالعناصر دي. طيب العناصر دي في كام محاولة عشان نبدأ نحطها في جداول؟ في ثلاث محاولات تانية. الجدول الدوري المندليف ده رقم واحد، رقم اثنين الجدول الدولي المثلي العالي المثلي، رقم ثلاثة الجدول الدوري الحديث اللي كلنا شغالين عليه النهاردة ونشوفه في الكتب بتاعتنا كل سنة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع بعض. درس الأمر محاولات تصنيف العناصر. محاولات تصنيف العناصر، صلوا على النبي. رقم واحد، أول عالم معانا بدأ يصنف في العناصر كان اسمه العالم ايه؟ مندليف. بس قبل ما نعرف ونتكلم عن العالم مندليف، عايزين الأول نعرف هي ليه كان في محاولات كتير او كده علشان نصنف العناصر دي. هقول لك علي تعدد محاولات تصنيف العناصر. هو ليه حصل محاولات كتير او كده علشان نصنف عناصر الجدول الدوري؟ لسبب ايه؟ السبب الأول لسهولة دراسته. طب السبب الثاني وإيجاد علاقة بين العناصر اللي أنا هكتشفها دي وخواصها الفيزيائية والخواص الكيميائية. الفيزيائية والكيميائية، يبقى أنا تعددت عندي محاولات تصنيف العناصر لسببين خدناهم في أول تعليق ده معانا في المنهج. السبب الأول لسهولة دراسة العناصر، لسهولة دراسة العناصر، علشان وأنا بدرس أي عنصر يا شباب أدرس بسهولة، يكون واضح، ما يكونش معقد وصعب بالنسبة لي. رقم اثنين إيجاد علاقة بين العنصر اللي عندي اللي أنا هدرسه والخواص بتاعته الفيزيائية من حيث درجة الصلابة، الكثافة، الغليان وغيره 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 من الخواص الفيزيائية والخواص والخواص الكيميائية. ده أول تعليق معانا في الشباب في المنهج. طيب أول عالم بدأ يحاول إنه يصنف في عناصر الجدول الدوري او في العناصر الكيميائيه عموما هو العالم مندليف. العالم ايه؟ مندليف. ده رقم واحد. الجدول الدوري لمندليف. الجدول الدوري لمندليف، اول واحد بدا يتكلم عن الايه؟ عن العناصر. اول واحد بدا يتكلم عن العناصر، ومن هنا مندليف هو أول من وضع جدول دوري حقيقي. أول واحد حط جدول حقيقي هو مندليف. أول جدول أو أول عالم صنف العناصر تصنيف صحيح هو العالم مندليف. كانت العناصر في الزمن اللي مندليف بدأ يحاول يصنف العناصر فيه كان عدد العناصر يا شباب 67 عنصر. كم عنصر؟ 67 عنصر في الفترة
المندليف بدا يصنف فيها الجدول ايه؟ 60 عنصر فقط، 67 عنصر فقط. الراجل رتبهم وعمل جدول ووضعهم في كتاب اسمه مبادئ الكيمياء. نشر الجدول بتاعه في كتاب اسمه مبادئ الكيمياء سنه 1871 ميلادي. مندليف نشر اول جدول حقيقي كان مكون من 67 عنصر في كتاب اسمه مبادئ الكيمياء سنه 1871 ميلادي. طيب عايزين نعرف ازاي مندليف صنف العناصر، كيفيه تصنيف مندليف للجدول الايه او العناصر الجدول الدوري، او كيفيه تصنيف مندليف للعناصر، كيفية تصنيف 67 عنصر، 67 عنصر. الراجل ده صنف 67 عنصر ازاي؟ راح ضيف جاب بطاقة، بطاقتين، ثلاثة، أربعة، وهكذا لحد ما جاب 67 بطاقة. بعدد الايه؟ بعدد العناصر، جاب كام بطاقة؟ 67 بطاقة. طيب عمل في البطاقة دي، كتب في كل بطاقة، في كل بطاقة واحد عنصر وعنصر، اثنين وزن الذري، ثلاثة الخواص. يبقى الراجل ده جاب 67 عنصر، جاب لهم 67 بطاقة، مربع 67 بطاقة، وحط في كل بطاقة ثلاث حاجات عن العنصر، الرمز بتاعه، الوزن الذري بتاعه، الخواص بتاعه، ولنفترض إن دي بطاقة من ضمن بطاقة مندليف. فيها عنصر كالسيوم سي اي، الوزن الذري بتاعه 40، وأمشي على جنب كده وكاتب الإيه؟ خواص بتاعه، الخواص إيه؟ بتاعه. يبقى الراجل حط في البطايق، حط في البطايق 67 عنصر، حطوهم في 67 بطاقه، كل بطاقه فيها كام حاجه؟ ثلاث حاجات، رمز العنصر، وزنه الذري، والخواص ايه؟ والخواص بتاعه. خلاص ده كيفيه تصنيف مندليف للعناصر الجدول. خلاص كده؟ طيب هو قال كده كام حاجه؟ ثلاثه، سكت ما سكتش. راح مندليف جاب ال 67 عنصر وضعهم في أعمدة رأسية، أعمدة إيه؟ رأسية، بالطول كده، عمود جنب عمود جنب عمود، بحيث إنه يحط في كل عمود رأس من العمود الرأسية دي اللي تحت بعض دي بالطول العناصر المتشابهة في الإيه؟ في الخواص. بدأت مسك 67 عنصر مثلا، كل عنصرين، كل ثلاثة، كل 10، حطوهم تحت بعض في أعمدة رأسية. في أعمدة إيه؟ رأسية. ليه حطوهم في أعمدة رأسية تحت بعض؟ عشان هم شبه بعض في الخواص. مثلا طريق غيرهم 100 حطوهم تحت بعض، طريق غيرهم 50 تحت بعض، طريق الصلاة مش عارف كام تحت بعض، وهكذا وهكذا. الأعمدة الرأسية دي في التطور الرهيب اللي حصل اتعرفت وأطلق عليها اسم المجموعات، سميناها اسم المجموعات. يبقى الأعمدة الرأسية اللي بتقول ده شباب اسمها ايه؟ مجموعات، مجموعة 2 3 4. سكت مندليف ما سكتش، ده عمل ايه تاني؟ بعد ما حطوهم في مجموعات رأسية كده، قام ماسك المجموعة الواحدة قسمها فرعين، كم فرع؟ فرعين، ايه ومي. ليه يا عم قسمت المجموعة فرعين؟ طيب ما هم كلهم شبه بعض. قال لك لا، ده في حاجات فيهم مختلفة عن بعضها في الخواص، في حاجات فيهم مش شبه بعضها في الايه؟ في الخواص. فانا حللت اللي شبه بعض قوي في الخواص في المجموعه الواحده، واللي شبه بعض قوي في الخواص عملته في المجموعه الايه؟ لوحده. فقسمت المجموعه الرئيسيه تمام، او العمود الرئيسي اللي هو المجموعه، قسمته لكام مجموعه؟ لاثنين فرعين، واحد ايه وواحد بي. كل مجموعه مختلفين مع نفسهم علل ليه؟ ليه ما نجيب؟ قسم المجموعه لمجموعتين فرعيتين، علل تقسيم مندليف المجموعة
إلى مجموعتين فرعيتين. دي لوجود اختلاف، لوجود اختلاف بعناصر كل منهم، لوجود اختلاف في العناصر بتاعت المجموعه ايه عن المجموعه بي، فلو متشابهين مع بعض قوي هتراهم لوحدهم في مجموعه ايه، ولو متشابهين في الناحيه الثانيه هتراهم في مجموعه ايه بي، لكن هما الاثنين في فرق بين العناصر بتاعتهم مختلفين عن بعض. يبقى تاني علم تقسيم مندليف في المجموعه ها الى مجموعتين ايه وبي، ليه؟ لوجود اختلاف بين عناصر كل ايه منهم، العناصر اللي في ايه غير العناصر اللي في بي في خاص. خلاص حاجتين اكتشف، حاجه واحد اكتشف ان العناصر بتترتب ترتيب تصاعدي من الشمال لليمين، من يسار الجدول الى يمين الايه الجدول. تاني بتترتب ترتيب تصاعدي 1 2 3 وانت طالع من الشمال لليمين، يبقى ده اول حاجه اكتشف. بس اللي هكتبها ازاي؟ على حسب الوزن الذري، وركز في كلمه الوزن الذري. يبقى اول رقم واحد اكتشف ان العناصر ترتب ترتيبا تصاعديا حسب الوزن الذري، حسب الوزن الايه؟ الذري. بترتب تصاعديا من اليسار الى الايه يا شباب؟ الى اليمين، من اليسار الى اليمين، من الشمال لليمين، برتبها تصاعديا وانا طالع حسب حاجه عندي اسمها الوزن الايه؟ الذري. الوزن الايه يا شباب؟ الوزن الذري. ده اول حاجه العالم المندليف اكتشفها وهو بيحاول يصنف الايه؟ العناصر. طيب رقم اثنين اكتشف خواص العنصر بتظهر مع بدايه كل دوره، بتتكرر مع بدايه كل دوره. خواص العناصر تتكرر مع بداية كل دورة. واحد يسأل سؤال ما هوش عارف يعني ايه دورة، هقول لحضرتك على حاجة. احنا قلنا ان الأحماض الرئيسية اللي اسمها مجموعات الكلمة، الدورة أعمدة وفقية هي الدورة، وهو بيرتب اكتشف انه لما بيوصل مثلا 1 2 3 4 5 خلص العناصر، هيبدا من الاول العنصر 1 هو العنصر 6 نفس الخواص بتاعته، الخواص اللي كانت في اول الدوره هنا اتكررت هنا اتكررت هنا وانت نازل. يبقى تاني خواص العناصر بتتكرر مع بدايه الايه؟ الدوره. يعني 1 و6 و13 وهكذا وهكذا وانت نازل بالطول، المجموعه دي كده كل العناصر بتاعتها واحده، ودي كده العناصر بتاعتها واحده، بيتكرروا في الخواص، بيتكرروا في ايه يا باشا؟ بيتكرروا في الخواص. تاني خواص العناصر تتكرر مع بدايه كل ايه؟ كل دوره، كل دوره ما تبدا تلاقي العنصر اللي بدا الدور الاول لنفس الخواص بتاع العنصر اللي بدا الدور الثاني، لنفس الخواص بتاع العنصر اللي بدا الدوره الثالثه، لنفس الخواص بتاع العنصر اللي بدا الدوره الرابعه، وهكذا وانت ماشي. بيترتب ازاي يا باشا؟ من الشمال لليمين، من يسار الجدول الى يمين الايه؟ الجدول، بيترتب ترتيب تصاعدي حسب الوزن الايه؟ الذري، حسب الوزن الايه يا باشا؟ الوزن الذري. نكمل مع بعض. مميزات جدول مندليف. الراجل اشتغل تعب، الجدول بتاعه كان ليه مميزات، عايزين نعرف ايه هي المميزات دي؟ كان ليه مثلين ما لهمش تاني، اثنين ما لهمش تاني. طيب ايه المميزات؟ رقم واحد اول ميزه تنبأ باكتشاف عناصر جديده غير اللي هو اكتشفها. الراجل وهو شغال قال ده ممكن انا مثلا اكتشفت عنصر وزنه ذري 20 وعنصر تاني وزنه الذري 25، هو تنبأ ان في يوم من الايام علماء تانيين هيجوا بعده يكتشفوا عناصر 21 22
23 وانت ماشي، الراجل لما تنبأ ان ده ممكن يحصل عمل ايه؟ الذكاء بتاعه طرق لها خانات فارغه، يعني هو بيحط العناصر كده في الجدول، عنده عنصر وزنه سالب 21 وعنصر وزنه سالب 23، ما تبقاش انت لا ده ساب مكان 22 ايه فاضي. ليه سابه فاضي؟ علشان هيجي بعد كده عالم غيره يكتشف ان عنصر وزنه الزائد 22 ويحطه في المكان ده، فهو لما فكر ان عايز دي ممكن تحصل ساب خانه فاضيه للعنصر اللي هيجي بعد كده علشان تحط فين؟ في الخانه دي. خلاص؟ طيب رقم 2 اعمل ايه الراجل ده؟ صحح. الراجل ده صحح الاوزان الزرقية المقدرة خطأ لبعض الايه؟ لبعض العناصر. صحح الأوزان الزرقية المقدرة خطأ لبعض العناصر، ولنفترض في عنصر مثلا زي سي، خلاص؟ كان متقدره وزن ذاتي يعادل 38.5. غلط. مفيش حاجة اسمها وزن ذاتي 38.5 ولا 35.5 ولا 37.5، مفيش حاجة اسمها كده. عادي كان متقدر غلط 38.5 خليها 37. رقم صحيح. رقم ايه؟ صحيح. تاني هو صحح الوزن الذاتي اللي كان اصلا متقدر غلط قبل ما ندلف ايه؟ صححه، اداله الرقم الصحيح بتاعه، الوزن الصحيح بتاعه، خلاص؟ خلاص. يبقى الراجل ده ليه كان ميزه كده بتاعه بالسين، الميزه رقم واحد تنبأ باكتشاف عناصر ايه؟ جديده، بناء عليه ساب ليها خانات ايه؟ فارغه، فاضيه، ما حدش فيها حاجه. طيب رقم اثنين صحح الاوزان اللي كانت مقدره خطا لبعض الايه؟ لبعض العناصر، وزي ما حضرتك شفت كده الميزان بتاع الجدول مين؟ مادي. هندخل على العيوب، الانتقادات اللي احنا خدناها عليه والعيوب اللي خدناها على عين مين؟ مندليف. يلا بينا. عيوب مندليف. ايه هي العيوب بتاعت العالم الكبير مندليف؟ عامل ايه العالم ده علشان نقول عليه انه عامل حاجه غلط وحاجه ما تنفعش؟ ايه هي العيوب اللي احنا اتخذناها؟ واحد الطرد. مندليف الاختلاف في الوزن الذري لبعض العناصر. لبعض العناصر. هسألك سؤال، هو ليه عندي اختلاف في الوزن الذري لبعض العناصر؟ طب ما هو الراجل كان ماشي وزن زاد واحد بعديه اثنين بعديه ثلاثه بعديه اربعه وخمسه وانت ماشي، ليه عمل خلل؟ ليه انا جايب خمسه عند الواحد؟ عمل خلل في النظام، عمل خلل في الترتيب بتاع الوزن الذري، عمل خلل في الترتيب التصاعدي، ليه هو عمل الخلل ده يا باشا؟ واحد جي ووضعه في مجموعات تتناسب مع خواصها، علشان نحطها في مجموعات تتناسب مع الخواص بتاعتها، زي ايه؟ جاب الحديد. الكوبا. النيكل. وحطوهم مع بعض في مجموعه واحده، على الرغم من ان هما الثلاثه مش ورا بعض في الترتيب الذري، مش ورا بعض في الترتيب الذري، طب ليه حطوهم مع بعض؟ للتشابه. للتشابه بين خواص كل منهم. عشان هما الثلاثه الخواص بتاعتهم شبه بعض. الخواص بتاعتهم شبه ايه؟ شبه بعض، فاضطر ان هو يحطهم مع بعض في مجموعه واحده، مجموعه واحده، على الرغم من ان الوزن الذري بتاعهم مش ورا بعض، الوزن الذري بتاعهم مش ورا بعض، كان في حاجات في النص ما بينهم، شال الحاجات دي، اكنها مش موجوده، وحطهم مع بعض في مجاميع واحده، ليه حطهم مجاميع واحده؟ للتشابه بين خواص كل ايه؟ منهم، هما الثلاثه شبه بعض في الخواص. فحطهم مع بعض في مجموعه ايه؟ واحده، وما دورش على عدد الايه؟ الزمن. ايه العيب الثاني؟ العيب الثاني اللي احنا اخذناه برضه على عالم المندليف اثنين، بيقول ايه؟
ركز. كان من دليل؟ هو كان سيطرت للتعامل مع مظاهر العنصر الواحد، مظاهر العنصر الواحد على انها مادة واحدة. هو كان يتعامل مع النظير على انه نفس الايه؟ نفس المادة. فيما بعد، فيما بعد ركز، اكتشف انها مواد مختلفة. لا فيما بعد ان هي مواد ايه؟ مختلفة. طب ليه مواد مختلفة؟ لاختلاف اوزانها الذرية. لاختلاف اوزانها الايه؟ الذرية. تاني، كان مندليف سيضطر للتعامل مع نظائر العنصر الواحد على ان هو مادة ايه؟ واحدة. يعني مثلا هيدروجين واحد واثنين وثلاثة، كان هيتعامل مع الثلاثة ان هم مادة ايه؟ واحدة. وده طبعا غلط، لان هم الثلاثة كل واحد فيهم مادة مختلفة، كل واحد في الثلاثة مادة مختلفة، ما كانش ينفع يتعامل مع الثلاثة على ان هم مادة ايه؟ واحدة. واكدنا الكلام ده انه اكتشف بعد كده، او اكتشف بعد كده، مش هو اكتشف، ان هي مواد مختلفة. هما الثلاثة كل واحد مادة. طب ليه كل واحد مادة؟ لأن هما الثلاثة كل واحد له وزن إيه؟ ذري. كل واحد في الثلاثة له وزن ذري غير الباقيين، ما ينفعش نتعامل مع الثلاثة على إنهم مادة إيه؟ واحدة. ده كان تاني عيب يقول فاز على تعليم مين؟ مندليف. خلص عيوب مندليف، خلص. نقول مندليف هندخل على تعليم بعد كده مذهل. الجدول الدوري للمذهل. العالم اسمه مسلم، تسعة فيه. بس قبل ما نتكلم عن مسلم، في عالم تاني كده يا جماعة اسمه رازر فورد، وأكيد سمعت الاسم ده. رازر فورد العالم ده أسمى حاجة واحدة بس، أو وقع حاجة واحدة بس، إيه هي؟ قال أن النواة تحتوي على شحنات موجبة. شحنات ايه؟ موجبة. اسمها بروتونات. وسمع حد اكتشف ان النواة بتحتوي على شحنات موجبة. اسم الشحنات دي يا باشا بروتونات. اسم الشحنات دي ايه؟ بروتونات. طيب ندخل بقى على العالم مين؟ العالم مسلم. العالم مين؟ العالم مسلم. عمل ايه العالم يا باشا؟ هقول لحضرتك على حاجة. العالم ده رازر فورد قال ان البروتون ده شحنات ايه؟ موجبه. مذهل ام جيد العلم ان البروتونات اللي رازر فورد اكتشفها اطلق عليها مذهل العدد الذري. قال ان البروتونات دي هي العدد الايه؟ الذري. يبقى البروتون اللي اكتشفه رازر فورد قام جاي بعد كده مسلي وقال ان البروتون ده اسمه العدد الايه؟ الذري. العدد الايه؟ الذري. ده اول حاجه عملها مين؟ مسلي. اثنين، اكتشف من خلال دراسته للاشعه السينيه، وده نوع من الاشعه يا جماعه، أن خواص العنصر بتعتمد على العدد الذري. العدد إيه؟ الذري، وليس الوزن الذري. اصحى كده، وليس الوزن إيه؟ الذري. زي ما كان بيعتقد مين؟ زي ما كان بيعتقد مندليف. مندليف قال إن الخواص بتاعت العناصر بتعتمد على الوزن الايه؟ الذري. على الوزن الايه؟ على الوزن الذري. جه بعد كده العالم المسلم اكتشف هو في خلال دراسته للاشعه السينيه او اشعه اكس ان الخواص العنصر بتعتمد على العدد الذري مش الوزن الايه؟ الذري. واحد يقول له استاذ ايه الفرق بين العدد الذري والوزن الايه؟ الذري. اشرحوا بالراحه. ان ايه؟ عنصر اسمه
صوديوم. اي عنصر في الدنيا يا شباب ليه عددين، عدد فوق ده اسمه عدد كتلي، وعدد تحت اسمه عدد الذري اللي المزري سماه كده، تمام؟ العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبه، هو عدد البروتونات الموجبه اللي اتشافها مين؟ اللي اتشافها راس الفوتون. امال العدد الكتلي ده يا استاذ هو عدد ايه؟ هو عدد البروتونات الموجبه برضه زائد حاجه اسمها عدد النيترونات، عدد ايه؟ النيترونات. واحد يقول له استاذ مش فاهم يعني ايه نيترون، اشرحها لك. نيترون ده بيكون موجود داخل نواة الذرة، داخل نواة الايه؟ الذرة او العنصر ده. بعد فترة من الزمن، بعد فترة من الزمن النيترون ده الاول شفت بيكون وسالب مع بعض، بعد فترة من الزمن بيدي موجب لوحده وسالب بايه؟ لوحده. زي ما تقول كده يا ولدي بيتفجر، بيدي موجب لوحده وسالب بايه؟ لوحده. الموجب اسمه بروتون، الموجب اسمه ايه؟ بروتون، اللي اكتشفه العالم روزفلت، والسالب زي ما احنا كلنا عارفين اسمه الكترون. قال يا سيدي القصه علشان تكون فاهم كل حاجه من الاول ومتاسس صح. ده النيترون كان موجب وسالب متعادل، موجب وايه؟ وسالب. بعد كذا دقيقه قام بيتفجر جوه الذره وعطى موجب وعطى ايه؟ سالب. الموجب اسمه بروتون، اللي اكتشف العالم مين؟ رازرفورد، والسالب اسمه ايه؟ الكترون. جه بعد كده مزي لما اكتشف من خلال دراسته للاشعه السينيه اكتشف ان الخواص بتعتمد على عدد الذري، على عدد الذري. اما الوزن الذري هو العدد ايه؟ الكتل. يعني الوزن الذري هو العدد الايه؟ الكتل، اللي هو مجموع البروتونات والنيترونات مع بعض. اما العدد الذري يبقى موزلي كده عدل على مندليف، لان العدد الذري هو ده العدد اللي انا من خلاله نقدر نحدد بيه خواص اي عنصر في الدنيا. يبقى اي عنصر ليه عدد ذري نقدر من خلال عدد الذري بتاعه نحدد العنصر ده تكافؤه بتاعه عامل ازاي؟ فلز لا فلز، فاهم؟ من خلال عدد الايه؟ الذري. اما الوزن الذري ملوش علاقه بالموضوع زي ما العدد مين؟ مندليف. خلاص؟ طيب نكمل. اهم تعديلات مزري على جدول مندليف، الجدول بتاع مندليف العالم مزري ما سكتش، عدل فيه حاجات زي حاجات لو عدلها سبع عصولات. رقم واحد رتب العناصر، ترتيب تصاعدي، ترتيب تصاعدي حسب العدد الذري وليس الوزن الايه؟ الذري. زي ما كان مزري عامل هنا مندليف، اسف، زي ما كان مندليف عامل هنا مزري ترتيب على حسب العدد الايه؟ الذري، من يسار الجدول الى الايه؟ الى يمين الجدول، بحيث خلي بالك بحيث يزيد كل عنصر واحد صحيح عن العنصر الذي يسبقه، وهو بيزيد واحد صحيح فين؟ في العدد الذري. ناخد مثال، مثلا في ذره عندي اكس، العدد الذري بتاعها، العدد الذري بتاع الذره دي 23، ذره كمان ايه؟ العدد الذري بتاعها 24، ذره كمان زد العدد الذري بتاعها 25. يبقى كل ذره فيهم او كل عنصر بيسبق العنصر الذي يليه بايه؟ بواحد، واحد في العدد الايه؟ الذري. بس خلي بالك قال لك واحد ايه؟ صحيح، عشان كده قلت لك من شويه مفيش حاجه اسمها 38 وايه؟ ونص والكلام ده ابدا، لازم يكون واحد صحيح، واحد ايه؟ واحد صحيح. يبقى تاني عند ذره اكس، ذره ايه؟ ذره زد، كل واحده فيهم ليها عدد ذري، كل ذره فيهم ليها عدد ايه؟ ذري، لازم ان الذره ايه؟ تكون اكبر من ذره اكس بواحد في العدد الذري، بواحد صحيح، وان ذره زد تكون اكبر من ذره ايه؟ ب
هو عدد ذري واحد ايه؟ صحيح، تكون ازيد بواحد في العدد الايه؟ الذري. ينفع نص؟ افتح الله، ما ينفعش نص، لازم عدد صحيح، واحد ايه؟ واحد صحيح. يبقى تاني، رتب العناصر التصاعديه حسب العدد الذري وليس الوزن الايه؟ الذري، من يسار الجدول ليمين الايه؟ الجدول، بحيث يزيد كل عنصر واحد صحيح عن العنصر الذي ايه؟ يزيد الايه؟ زائد واحد صحيح عن الاكس، والزد زائد واحد صحيح عن مين؟ عن الايه؟ وهكذا، يبقى كل عنصر بيزيد عن اللي قبله واحد ايه؟ واحد صحيح، ينفع نص؟ ما ينفعش، ينفع اثنين؟ ما ينفعش، لازم يزيد واحد صحيح، واحد ايه يا باشا؟ واحد صحيح، نكمل مع بعض. اعمل ايه؟ تاني، غير ما قلت صح، اعمل ايه تاني؟ اضاف للجدول الدوري اللي هو بتاع مندليف بقى، هو عدد جدول مندليف الدوري، اضاف للجدول او اضاف للجدول الدوري عناصر المجموعه الصفريه، عناصر المجموعه يا شباب الصفريه، عناصر المجموعه الصفريه. واحد يقول للاستاذ يعني ايه مجموعه صفريه؟ بين قوسين كده ولا ايه؟ اقول لك عناصر خامله. يعني ايه خامله برضه يا استاذ؟ ما بتدخلش في التفاعل، ما بتدخلش في ايه؟ في التفاعل. ناخد مثال عشان نفهم. ايه الار؟ ده عنصر اسمه الار. العدد الذري بتاعه كام؟ 18. هنيجي نوزع 18. كي ال ام. هنوزع، هنوزع. 2 8 8. اخر مستوى في 8 الكترونات، فاذا هو متشبه بالثمانيه، مش عايز حاجه غير الايه؟ غير الثمانيه، لان المستوى الاخير لما بيكون في 8 بيكون متشبه باستثناء عنصر واحد اسمه اتش بي هيليوم. العدد الذري بتاعه 2، واول مستوى بيتشبه بكام؟ ب2، فيقول مستوى الكي واخد الاثنين ويصبح برضه مشبع. طبعا اي عنصر يا جماعه بيدخل في التفاعل بيطلع مش عامل اثنين، اي عنصر بيدخل اتفاعل عشان عامل اثنين، لا يفقد اللي في المستوى الاخير يا يكسب الالكترونات علشان يكون هو ايه؟ مستقر. طيب الذره دي او الذره دي هم مستقرين متشبعين، عندهم في المستوى الاخير اللي مكفيهم زياده، ليه يدخل في التفاعل؟ فما بيدخلش في الايه؟ في التفاعل، فسميناه المجموعه الصفريه او المجموعه الايه؟ الخامله، يعني العناصر دي مش بتحتاج تكون في الايه؟ في التفاعل، ربنا خلق العناصر دي كده مشبعه. خلاها ايه؟ مشبعه، لا بتدخل في تفاعل يمين ولا تفاعل شمال، لا بتطلع عشان تكسب ولا بتطلع عشان ايه؟ علشان تفقد، هي كده خلقت ربنا عناصر مشبعه، عناصر يا شباب مشبعه، اضاف ايه؟ اضاف، خلي بالك، العناصر التي اكتشفت، شوف ده، بعد مندليف. مش احنا قلنا ان العالم مندليف كان بيتنبأ ان في عالم هيجي بعده ويكتشف عناصر جديده وعلشان كده ساب لها خانات فاضيه؟ دي مزه بعد كده اكتشف العناصر دي وحطها فعلا في الخانات الايه؟ الفاضيه. اذا مندليف كان عنده صح، كان عنده حق اسف لما ساب الايه؟ الخانات دي فاضيه للعناصر اللي بعد كده، لان فعلا العالم المزدي هو اللي اكتشف العناصر دي وحطها فعلا في الايه؟ في الخانات. رقم ثلاثه، عمل ايه عالم مزدي؟ وضع في اسفل الجدول خانات لمجموعتي الانسيمينات والاكتينيدات. وضع في اسفل الجدول اماكن لعناصر مجموعتين، مجموعتين اسمهم ايه؟ واحد، واحد اسمها اللانثي نيدات، اللانثي نيدات، الثانيه اسمها رقم اثنين حاجه اسمها الاكتينيدات، الاكتينيدات، رقم اثنين حاجه اسمها الاكتينيدات، رقم واحد الانثي نيدات. يبقى تعالى المسلم وضع في اسفل الجدول من تحت اماكن عناصر مجموعتين، عناصر اسمها الانتينيدات والعناصر رقم اثنين الاكتينيدات، هنتكلم عنهم ان شاء الله وهنوضحهم الحصه الجايه باذن الله في الفيديو القادم، واحنا بنوضح الجدول الدوري الحديث بعد ما خلصنا مندليف وخلصنا الجدول الدوري المزدي، هندخل ان
شاء الله الفيديو الجاي هينزل في اسرع وقت باذن الله عن الجدول الدوري الحديث. اتمنى تكونوا مستفيدين. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هنوضح يعني ايه انسداد ويعني ايه اكتينات. اتمنى حبيبي تكونوا مستفيدين باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.